هنبتدي النهاردة حلقتنا من برنامج R2 بعنوان الكرة المصرية في ذمة الله. بعد ما أنهى النادي الأهلي بطولة كاس العالم للأندية في المركز الرابع، كانت جماهير النادي الأهلي كلها مستنية إن هي تشوف النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وكانوا طبعا مستنيين النادي الأهلي يخوض الجولة الأولى قدام المريخ السوداني في السودان. لكن للأسف زي ما كلنا شفنا مستوى النادي الأهلي كان وحش جدا في الماتش ده، وطبعا من كورة ثابتة من ناحية الشمال دخلت في كابتن محمد الشناوي بالجون الشهير اللي الشمس كانت ضربة في عينيه. وزي ما قال كابتن شوبير إن النادي الأهلي نازل من الخرطوم على أسوان عشان عنده مواجهة مهمة في الدوري، وبالفعل النادي الأهلي قلع العباية بتاعت الخسارة الأخيرة سواء في دوري أبطال أفريقيا أو في الخسارة بتاعت كاس العالم للأندية، وظهر بمستوى قوي جدا وحلو جدا قدام أسوان، وقدر ان هو يكسب أسوان بثلاث أهداف مقابل لا شيء. وبالفعل شفنا النادي الأهلي في مباراة قوية جدا قدام أسوان وقدر يحصل على الثلاث نقط. في وسط الأسبوع بقى كان عندنا ماتشات مهمة جدا في الدوريات الأوروبية المختلفة، وبنتابع كل اللعيبة المصريين في الدوريات المختلفة. فكان عندنا أول ماتش ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فطبعا كل مصر قاعدة مستنية الماتش ده، ولا كأن منتخب مصر بيلعب عشان خاطر يتابعوا نجمنا محمد صلاح. فعلا ليفربول بيبتدي الماتش ده بقوة جدا، وبعد تقريبا التلت الأولاني من الشوط الأول بيقدر ليفربول يحط جونين في ريال مدريد وبتبقى النتيجة 2-0، وده تقريبا بالنسبة لنا احنا كمصريين المباراة انتهت لصالح ليفربول. لكن فريق ريال مدريد وكابتن أنشيلوتي كان عندهم رأي تاني خالص، والماتش بيخلص 5-2 في ريمونتادا متعودين عليها من فريق ريال مدريد قدام فرق كتير جدا، وبيقدر فريق ريال مدريد يكسب الجولة دي على ملعب الأنفيلد، وبنستنى نشوف الجولة التانية في ماتش العودة ايه اللي هيحصل فيه. نيجي بعد كده نتابع لعبتنا في الدوريات المختلفة، بنشوف كابتن تريزيجيه في الماتش الأخير بيخسر وبيهبط هو كمان لدور المؤتمرات. طيب نيجي نشوف كابتن مصطفى محمد مع فريق نانت الفرنسي، بنلاقيه بيتغلب في الماتش الأخير هو كمان وبيهبط من الدوري الأوروبي. طيب يا جماعة كابتن إمام عاشور اللي لسه رايح نادي ميتلاند ومتألق ومكسر الدنيا بيخسر هو كمان وبيهبط من الدوري الأوروبي. نوصل بقى اليوم السبت عندنا فيه ماتشات كتير، في عندنا ماتش الزمالك، وفي عندنا ماتش منتخب مصر للشباب، وفي عندنا ماتش الأهلي. بس بتحصل حاجة يوم السبت الصبح إن المحكمة بتأيد الحكم بتاعها، وبيتم القبض على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عشان تأييد حكم الحبس، وهيتحبس لمدة شهر. طبعا بتحصل بلبلة في الوسط الكروي عشان نادي الزمالك عنده ماتش في نفس اليوم. بنخش بقى على ماتش نادي الزمالك والترجي التونسي. طبعا جماهير نادي الزمالك مستنية أداء مختلف من نادي الزمالك في الماتش ده، لأنه ماتش مهم عشان خاطر يقدر نادي الزمالك يحافظ على وضعه في المجموعة. ولكن للأسف بنلاقي نادي الزمالك طبعا دون المستوى برضو كالعادة. هل ده بسبب المشاكل؟ هل في حاجة في الفريق؟ هل في حاجة مستر فيريرا بيعملها غلط؟ محدش عارف. بنوصل تقريبا لنص الشوط الأولاني ومش شايفين نادي الزمالك، مفيش أي هجمات خطيرة على فريق الترجي التونسي، بالعكس ده احنا شايفين نادي الترجي التونسي ماسك كورة في وسط الملعب وبيتحكم في رتم المباراة، لحد ما نوصل للدقيقة 35 وبكورة من ناحية اليمين بتترفع بالعرض، كابتن محمد عواد بيطلع عليها بالغلط بيلمسها عشان خاطر تنزل في وسط الصندوق عشان يحطها كابتن حمودة عطاير في وسط الجون. الغريبة بقى في الجون ده ان احنا بعد ما لقينا اللمسة الغلط من كابتن محمد عواد رحنا لقينا مين وقف في الجون؟ كابتن محمد عبد الغني وكابتن حسام عبد المجيد. يا جماعة روحوا امسكوا المهاجمين، انتوا واقفين في الجون بتعملوا ايه؟ بيخلص الشوط الاولاني بنتيجة 1-0 لنادي الترجي، وطبعا كالعادة مستنيين نادي الزمالك في الشوط التاني عشان نشوف الاداء ونشوف هيعمل ايه. بيقرر مستر فيريرا ان هو يطلع عمرو السيسي وينزل بالحاج في اول ظهور ليه بتشيرت نادي الزمالك من اول الشوط الثاني. لكن من خلال متابعتنا للشوط الثاني احنا مش شايفين كابتن بالحاج هو فين او هو بيعمل ايه، ما عملش اللي مطلوب منه او اللي جماهير الزمالك طلبوه منه. هل يا ترى ده بسبب ان هو اول ماتش ليه مع نادي الزمالك، ولا ده مستواه زي كتير من الصفقات اللي اتعملت مع نادي الزمالك؟ هنتابع وهنشوف كابتن بالحاج هيعمل ايه. بنكمل الشوط التاني وبرضه شايفين نادي الترجي ماسك الكوره في وسط الملعب وهو اللي متحكم في رتم المباراه، لحد ما نوصل للدقيقه 73 عشان نلاقي مستر فيريرا قرر ان هو يطلع كابتن عمر جابر وينزل كابتن سيف جعفر،
وبيفضل الماتش ماشي بنفس الريتم لحد لما نوصل للدقيقة 80. بيقرر مستر فريرا ان هو يعمل تغييرات تانية عشان خاطر يطلع شيكابالا وكابتن عبد الشافي وينزل كابتن يوسف أسامة نبيه وينزل كابتن نيمار. طبعا بيفضل الماتش ماشي بنفس الريتم لحد ما نلاقي كورة من ناحية الشمال من ناحية كابتن سيد نيمار، بياخدها المهاجم وبيرقص كابتن نيمار ترقيصة غريبة جدا عشان يوصل بيها لجوه منطقة الجزاء ويحطها في وسط الصندوق عشان يجي كابتن الهوني يحطها في الجون من لمسة واحدة. وبرغم ان الجون التاني الفريق الترجي جه في الوقت بدل الضايع، الا اننا لقينا بعد الجون بدقيقة بيقرر مستر فريرا ان هو ينزل ناصر المنسي. انا شخصيا ما فهمتش هي التغييره دي معناها ايه وفريق الزمالك مغلوب 2-0، ولا حتى جماهير الزمالك فاهمه التغيير ده معناه ايه. محدش فاهم التغييره دي معناها ايه غير مستر فريرا نفسه. عايزين نساله لان الناس فعلا مش فاهمه، واحنا عايزين نفهم الناس. حتى الاستاذ اللي واقف ورا ده لما سالناه لقيناه برده مش فاهم حاجه. وبتخلص نتيجه الماتش 2-0 لنادي الترجي، وبكده يبقى ترتيب المجموعه نادي الترجي في المركز الاول ب9 نقط، نادي المريخ السوداني في المركز الثاني ب4 نقط، نادي شباب بلوزداد الجزائري 3 نقط، ونادي الزمالك في المركز الرابع وعنده نقطه واحده. طبعا بعد ما خلص ماتش نادي الزمالك قلبنا على الشوط الثاني عشان نتفرج منتخب مصر عامل ايه. لقينا النتيجه لسه 0-0، وبعد دقائق بسيطه جدا منتخب السنغال قدر ان هو يدخل جون في منتخب مصر. قرر كابتن محمود جابر ان هو يعمل تغييرتين مره واحده، وبعد نزول التغييرات في خلال 5 دقايق قدر نادي السنغال ان هو يدخل 3 جوان عشان خاطر النتيجة تبقى 4-0 لصالح منتخب السنغال. وطبعا الماتش خلص بالنتيجة دي، ودي كانت تاني هزيمة لمنتخب مصر بعد ما اتغلب من نيجيريا، وطبعا الماتش الاولاني كان متعادل مع موزمبيق. وبكده يخرج منتخب مصر من البطولة اللي بتتلعب على ارضه وفي وسط جمهور. طبعا ايه القرار اللي هياخده اتحاد الكورة مع كابتن محمود جابر؟ الموضوع في الاخر هيصفصف على ان كابتن محمود جابر هيقدم استقالة ونرجع ندور على مدرب جديد ولا كأن حاجة حصل. ندخل بقى على ماتش الاهلي وسان داونز. طبعا جماهير النادي الاهلي مستنيه ان هي تشوف النادي الاهلي والاداء اللي المفروض كانوا متوقعين ان هو يقدمه. وبالفعل بنلاقي مستر كولر حاطط خطه وبيلعب بهجوم متقدم جدا وزانق تقريبا فريق سان داونز في نص ملعبه لحد تقريبا ما بنوصل للدقيقه 15، وبنلاقي فريق سان داونز بيرجع لمستواه ويبتدي يسيطر على وسط الملعب وبيبتدي يبادل الهجمات للنادي الاهلي. وكانت اول هجمه تقريبا على كابتن محمد الشناوي بعد ربع ساعه. بنشوف نادي سان داونز بيعمل هجمات كتير على كابتن الشناوي، وبنشوف دربكه كتير جدا في دفاع النادي الاهلي لحد لما نوصل للدقيقه 34، وبكوره ميته جدا من ناحيه الشمال بياخدها المهاجم بتاع نادي سان داونز وبيجري بيها. وبرغم ان كابتن محمد هاني بيفضل يجري جنبه، الا ان اللاعب بيقدر يحط الكوره بالعرض عشان خاطر تعدي من كابتن علي معلول بطريقه غريبه جدا، وبتتحط اول جون في النادي الاهلي. وبيخلص الشوط الاول لصالح سان داونز بنتيجه 1-0. وطبعا زي ما كلنا متوقعين مستنيين النادي الاهلي عشان خاطر ينزل يرد الشوط الثاني، عشان خاطر زي ما انتم عارفين ان نادي سان داونز ده تقريبا كده عقده الاهلي. بيلعب الاهلي الشوط الثاني بنفس الطريقه وهي طريقه الهجوم المتقدم، وبنوصل للدقيقه 50 وبتحصل ضربه جزاء على كابتن بيرسي تاو، ودي تقريبا الحسنه الوحيده اللي عملها من اول الماتش لغايه لما وصلنا لضربه الجزاء. بس بنشوف حاجه غريبه جدا، بنشوف ان كابتن محمد هاني هو اللي ماسك الكوره وبيحط الكوره جوه منطقه الجزاء عشان خاطر هو يشوطها. هل يا ترى مستر كولر هو اللي قايل لكابتن محمد هاني هو اللي يشوطها مش معلول، ولا هي غلطه زي الماتش اياه بتاع كابتن محمد مجدي قفشه لما مسك الكوره وحطها وقرر ان هو يشوطها؟ وبالفعل زي الماتش اللي فات زي ما كابتن مجدي قفشه ضيعها، كابتن محمد هاني برضو بيضيع ضربه الجزاء. لكن بعد 9 دقائق بالظبط كابتن محمد عبد المنعم بيكافئ كابتن محمد هاني وبيحط جون التعادل في نادي سان داونز. وبعد دقيقه واحده من تعادل النادي الاهلي بيقرر مستر كولر ان هو يعمل التغييرات وبيخرج كابتن مجدي قفشه ومحمود متولي وبينزل كابتن ياسر ابراهيم وكابتن كهربا عشان خاطر ينشط الماتش شويه. وبيفضل الماتش ماشي على نفس الوتيره وبنلاقي الاستحواذ الاكبر لنادي سان داونز لحد ما نوصل للدقيقه 70، وبيقرر مستر كولر ان هو يعمل تغييره ثانيه عشان خاطر يطلع عبد القادر وينزل كابتن طاهر محمد طاهر. وبعد 4 دقائق بالظبط وبالتحديد في الدقيقه 74 بنلاقي كابتن محمد الشناوي بيعمل كوره طويله من ورا يستلمها كابتن محمد الشحات من ناحيه الشمال عشان خاطر يخش بيها جوه منطقه الجزاء
وبيعلق الناس كلها، كل المدافعين وكل الجمهور وكل الناس بتتفرج، عشان يحطها ببطن رجله في الزاوية الضيقة والجون التاني للنادي الأهلي. يا ترى النادي الأهلي هيحافظ على الفوز بتاعه ولا سان داونز مش هيسكت؟ وبالفعل بنوصل للدقيقة 80 وبتيجي كورة النادي سان داونز على حدود منطقة ال 18 بتتشاط على كابتن محمد الشناوي اللي بتيجي في العرضة وبترد، وكل جماهير النادي الأهلي بتقول الحمد لله، لكن بيستلمها مهاجم سان داونز وبيخش بيها تاني جوه منطقة الجزاء، عشان نلاقي كابتن ياسر إبراهيم بيقع على الأرض وبيعمل حركات شقلبة غريبة جدا، وبيحطها مهاجم سان داونز برجله اليمين عشان يحطها على يمين كابتن محمد الشناوي في أبعد حتة في الجون، وبتصبح النتيجة 2-2 لحد لما نوصل للدقيقة 83. فبيقرر مستر كولر ان هو يعمل تغييرات تانية، فبيطلع كابتن حسين الشحات وكابتن محمد عبد المنعم، وبينزل كابتن خالد عبد الفتاح وكابتن محمد شريف عشان خاطر يعمل تنشيط مرة تانية. وللأسف بيخلص الماتش بنتيجة 2-2، وبكده النادي الأهلي بيبقى في وضع محرج جدا في ترتيبه في المجموعة. عشان نلاقي ترتيب المجموعة، سان داونز في المركز الأول وعنده 7 نقط، ونادي المريخ السوداني في المركز الثاني وعنده 6 نقط، والنادي الأهلي في المركز الثالث وعنده نقطة واحدة، ونادي القطن في المركز الأخير وما عندوش ولا نقطة. آخر حاجة هنتكلم عليها في حلقتنا النهاردة طبعا البطولة الكونفدرالية اللي بيمثلنا فيها نادي بيراميدز ونادي فيوتشر. قدر نادي بيراميدز وهو الوحيد اللي كسب في الأسبوع الغريب اللي احنا عايشينه ده، بيقدر يتغلب على نادي إسكو كارا عشان خاطر ياخد الثلاث نقط بتوع المباراة. أما بقى نادي فيوتشر فللأسف بيتغلب من نادي الجيش الملك المغربي. وبكده يبقى ترتيب المجموعة نادي الجيش الملك المغربي في المركز الأول وعنده 7 نقط، ونادي بيراميدز في المركز الثاني وعنده 5 نقط، ونادي فيوتشر في المركز الثالث وعنده نقطتين، وآخر طبعا فريق معانا نادي إسكو كارا وعنده نقطة واحدة. يا ترى إيه اللي هيحصل في الكورة المصرية في الأيام اللي جاية؟ ده اللي هنتابعه مع بعض في برنامج أرتون.